بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نعرض لكم حكايات المدينة وقضاياها وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة مراكز محو الأمية، تزايد الإقبال وشحة الإمكانيات، متحف الصخور في عدن، تراث وثقافة، حنان وميسى، ثنائي العمل والنجاح. مشاهدينا نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم ما حدث من أحداث وأخبار وفعاليات خلال الأسبوع. اختتمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن برنامجا تدريبيا في المهارة الإدارية ومراسم الضيافة لعدد من موظفيها في المدن المحررة، وتلقى 45 مشاركا ومشاركة من موظفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بمحافظات أبين ومأرب وتعز وسيئون وحضرموت الساحل وعدن مهارات في مجال العلوم الإدارية والأساليب الحديثة المتبعة في بروتوكولات الضيافة. دشنت حملة نظافة في المناطق الساحلية بمديرية البريقة بعدن ضمن مشروع تحسين سبل المعيشة وتطوير قدرات المجتمعات الساحلية في المحافظات الجنوبية، وتستهدف حملة النظافة وعلى مدى أسبوعين مناطق فقم وعمران ورأس عمران والخيسة وقعوة الساحلية بدعم من المفوضية الأوروبية وبمشاركة 135 عاملة. جهاز محو الأمية وتعليم الكبار يقدم خدمات كبيرة في ظل إهمال ملحوظ من قبل الجهات المختصة، قضيتنا لهذه الحلقة لنتابع. بكثير من الإرادة والصبر تغلبنا هؤلاء النسوة على الأمية والجهل في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة والتعقيد. أهم الصعوبات اللي نواجهها في مراكز محو الأمية، أولا السلطة المحلية، هذه طبعا عدم الاهتمام بهذه المراكز. الشيء الآخر المباني المدرسية، طبعا هذه تعتبر جزء من الصعوبات. الحيز الزمني ضيق جدا، لأنها متى نبدأ بالدراسة بعد خروج الطلاب والطالبات؟ الوقت ضيق من الساعة 4:30 إلى أذان المغرب، خاصة فصل الشتاء كم يكون الوقت؟ يمكن ساعة ونصف فقط، وهذه أحد الصعوبات. نحصل كتب بشكل فظيع الآن، نحن نحث المسؤولين في المحافظة كأستاذ حسن الثقافة، مدير المديرية أستاذ أنيس، والمديرة سلوى إبراهيم في توفير الكتب في هذا المركز. الشيء الثاني، الفقرة تسمى في هذه منطقة دار سعد، إن الدار سعد ما عندهمش إمكانية حتى شراء كتب، أو بمعنى أصح دفاتر وأقلام، هذا يعني ولو بشكل مساهمة يساهموا في توفيره. نشتي يعني إيش مساعدة من الجهاز إنهم يوفرون لنا الكتب، يوفروا للدارسات زي ما قلت لك حوافز، يعني ينزلوا عندنا يشوفوا ايش احتياج الدارسة، ايش هموم الدارسات، هذا بالنسبة للدارسات. مراكز محو الأمية في عدن نافذة الأمل الوحيدة للمنقطعات عن التعليم، تسعى جاهدة إلى رسم ملامح المستقبل المنشود رغم شحة الإمكانيات وتراجع الدعم والاهتمام. تصور أن المعلمات يتم شراء الأقلام من حسابهم من رواتبهم، بينما هي رواتبهم سنوية لازم رواتب شهرية أو فصلية، ولا يتحملها المعلم أو المعلمة من حسابه الخاص. عدم توفر أكثر من الدارسات الحقيبة المدرسية، وهذه برضه أهم الصعوبات اللي نواجهها. نحن نطالب أولا إدارة محو الأمية على حقوقنا ورواتبنا اللي مرت سنة الحرب درسنا وما جتش حق 2015، وكل سنة يقولون لنا بتجي وما تجيش. الآن 2018 2019 يجي العام ونحن عادنا نوقع عقود ويجيبوا لك حق العام اللي قبله، كأننا نشحت شحاته. نبدأ عن دراسة جديد ونحن نوقع عقد للعام اللي قبله، يعني نحن الآن هذه السنة نشتغل بدون عقود، العام الجاي إن شاء الله بنوقع عقود حق العام هذا. الرواتب تجي بعد كل نهاية سنة، هذه همومنا. لم يقتصر التعليم في مراكز محو الأمية على أبجديات القراءة والكتابة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى إكساب الدراسات مهارات حياتية
تؤسس لمشاريع صغيرة للمرأة التي حرمت من التعليم وما تزال تناضل من أجل حياة كريمة. لازم تتوفر لي المعدات والأدوات، الخياطة، المكاين قديمة مش حديثة، من عام 2000 ومن قبل الحرب قد صدت، والبنات يتعلموا فيها، يعني نقص في كل شيء، ونقص في الرواتب، والرواتب حقنا 20,000 يجي من السنة للسنة. يعني إيش هي 20,000؟ أنت 20,000 في هذا الزمن ولا تجي لك حاجة، يعني مهضومين وعلى تعاقد 6 شهور. يا ريت يحسبوا لك العام كامل، يحسبوا لك التدريس فقط الستة شهور، ما يحسبوا لكش العام كامل كم متعاقدين. الآن في السنة اللي راحت طلبوا من كل دارسة 1,000 ريال غير المدارس. المدارس الطالب داخل الصف من صف التاسع، يعني المرحلة الانتقالية، طلبوا منه 500. ليش نحن كدارسة أمية يطلبوا منهم من 1,000 وهي دارسة أمية؟ يعني الأولى لمن؟ الأولى للدارسة الأمية. يعني إذا هي يعني هذا حق بسيط لها عادة ما حصلتوش. هذه معاناتنا في المركز، وإن شاء الله توصل. بالنسبة للتأهيل فعلا الآن أكثر المعلمات عندنا خريجة البكالوريوس، ونعمل لهم دورات وكذا جانب التوجيه من قبل التوجيه سواء في المديرية أو المحافظة أو الجهاز، بيتم تدريبهم والتواصل معهم. ولهذا أنا أرى أن الجانب التعليمي مع الأمية يشكل حالة أفضل من التعليم العام. التوجيه بشكل دوري على هذا المركز بحيث نشوف ما تم إنجازه في المنهاج وسير العملية التعليمية وما يتم إيصاله، تمام، وثم مناقشات الصعوبات الموجودة أو المعوقات الموجودة ورفع التقارير إلى المدير حق التوجيه. غدت الحاجة ملحة للنظر في وضع مراكز محو الأمية في عدن وتقديم مختلف أوجه الدعم المادي والمعنوي لما في ذلك من مردود وطني سينعكس أثره على واقع المجتمع الراغب في الخلاص من الأمية والجهل. نرحب بالأستاذ محمد السقاف، مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعدن والقائم بأعمال نائب الجهاز. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أستاذ. بداية أستاذ محمد، كيف نريد أن نعرف ما هي آلية عمل الجهاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بالأخوة في قناة بلقيس وبرنامج أهل المدينة. حبيتهم تسألوا عن الجهاز. الجهاز هو عبارة عن ديوان جهاز محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الوزارة هو الديوان، ونحن فرع من فروع الجهاز، فرع الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة عدن. فجهاز محو الأمية وتعليم الكبار لديه برامج تخص التعليم للتحرر محو الأمية، وبرامج تدريب المهارات الحياتية للمراكز النسوية على وجه التحديد مثلاً. ما هي أبرز البرامج أو المهارات الحياتية التي يقدمها الجهاز؟ ومن أبرزها هو التركيز على المراكز التدريب النسوي حالياً. فجهاز محو الأمية وتعليم الكبار كما قلت لك مسبقاً فيما يخص القراءة والكتابة هو جانب من اتجاهات أو اهتمامات الجهاز، ولكن المهارات التي يعمل على نشرها وتثبيتها داخل فروع الجهاز في المحافظات وتدريب الخياطة والكوافير والنقش وغيرها من المهارات الحياتية التي يكتسبها الفرد أو تكتسبها المرأة في برامج التدريب النسوي. فتركيزنا أكثر وكان في قبل تقريبا 8 من يناير في اليوم العربي للمحو الأمية أقيم المعرض السنوي الأول لمنتجات جهاز محو الأمية، لمنتجات التدريب المهارات. فكانت هذه إشارة أو رسالة أحب أن يوصلها الجهاز بفكرة ونشاط الأخوة في ديوان رئيس الجهاز على أن تنشر مثل هذه المهارات للعامة وللمنظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والمحلية في المحافظات لدعم هذه المراكز، وهي تسهم بقوة في التنمية للفرد
والمجتمع. كيف تقيمون مستوى التفاعل الذي كان في تلك الفعالية؟ مستوى التفاعل من قبل المستفيدين من جهاز محو الأمية؟ هو التفاعل بالنسبة للمستفيدين تفاعل لا غبار عليه، وهم كانوا متفائلين بهذه المسألة وهذه المنتجات أن تنشر منتجاتهم. لكن احنا على أمل أن نرى تفاعل من القيادة السياسية والقيادات المحلية في المحافظات لدعم وثبات هذه المراكز وتنشيطها لخدمة المجتمع في كل محافظة، في كل مديرية، في كل حي، على أن يسهم المجتمع المدني والقيادة السياسية والمجالس المحلية ومنظمات والمؤسسات ذو التعامل مع المنظمات الخارجية أن يسهم ويشارك مع المراكز هذه في دعمها وثباتها ليخرجوا بنتائج طيبة. ولله الحمد طبعا أثبت المعرض أنه هناك يعني كوادر تخرجت من مراكزنا قادرة على أن تسهم في ثبات حياتهم والاستفادة من المهارات التي كسبوها ليسهموا في إنقاذ نفسهم والمساهمة في أطار المجتمع الذي يعيشون فيه. تقريبا كم عدد المستفيدين من جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعدد؟ المستفيدين يصل في الأحصائية لهذا العام تقريبا 4300 4500، وسنويا طبعا هذا الرقم يتفاوت بغير عدد النازحين، الغير مستقر لدينا وعددهم كبير أيضا. وهذا فيما يخص المستوى العام للمتواجدين في المراكز المستفيدين. لكن اللي يتحرروا من محو الأمية في نظام القراءة والكتابة هم يوصلوا ما بين 2000 2500 إلى 3000، وغير ذلك يعتبروا من الذين يواصلوا نظام المتابعة لدينا، والتكميل سابع والتكميل ثامن لأن يلتحقوا في الانتساب للتعليم النظامي للصف التاسع، ومنهم من يواصل أيضا إلى الثانوية، ومنهم من يواصل إلى الجامعة وهم يحملوا اسم محو الأمية وتعليم الكبار. ولله الحمد احنا نفتخر بمن سبقونا كما أشرت لكم سابقا، تقريبا عدد الخريجين اللي وصلوا إلى البكالوريوس حوالي 6 معلمات من خريجين محو الأمية أصلا، وذلك بفضل وجهود من سبقونا في أدار العمل محو الأمية وتعليم الكبار في عدن، كانوا تخرجوا على أيديهم ونحن عملنا على استيعابهم لدينا كمتعاقدات في محو الأمية وتعليم الكبار. وهذا العام تقريبا انخرط إلى كلية التربية والعلوم المدارية حوالي 12 حالة على أيدينا بتنسيق خاص مع الأخوة في كليات التربية وكليات العلوم المدارية لمثل هذه الحالات التي تخرجت من محو الأمية بعد أن أسهمنا في انخراطهم في الصف التاسع ومواصلة الثانوية بالتنسيق مع المدارس ودخلوا الجامعة ويدرسوا الآن. إذا ما قارنا عدد المستفيدين من الجهاز بعدد الأميين الموجودين بعدن، كيف تقيمون عدد المستفيدين؟ هل هو أكثر من النصف أم أقل؟ هل هو عدد مناسب؟ لا هو بالنسبة لظروفنا عدد مناسب جدا، لأنه نبذل فوق طاقتنا رغم الظروف الشحيحة التي نمر فيها، لكن نحن راضين عنه بالنسبة لظروفنا، ولكن لسنا براضيين عن نسبة الأمية المتواجدة في المحافظة بحكم انتشار أو تواجد المستوطنين من القرى داخل عدن ناهيك عن النازحين. هل يشكل النازحين ضغط على جهاز محو الأمية؟ طبعا يشكل، ونحن نتعامل معهم بقدر الإمكان بفتح فصول يعني أضافية وطريقة تطوعية أو في انخراط في المراكز حقنا المتواجدة، و هم طبعا في وضع عدم استقرار، عدم استقرارهم هنا، ولكننا نستوعبهم بكثرة وينقطعوا علينا أحيانا، لكن في الأخير هم عدد كبير جدا ولم تكن الإحصائية متكاملة لدينا بتواجدهم، ولكن انتشارهم في جميع المراكز في أنحاء العاصمة عدن، في مناطق دار سعد، في مناطق البريقة، في ضواحي المنصورة، في حالات لا بأس بها في التواهي و كريتر وخور مكسر، لكن الأعداد الكبيرة متواجدة في
اطراف خرمكس العريش في اطراف دار سعد والشيخ والمنصوره والبريغه. على كبير من النازحين نعمل على استيعابهم بصوره مؤقته ونعمل لهم فصول خاصه بقدر الاستطاعه طبعا. وعدد كبير منهم منخرط في مراكزنا السابقه. عادة المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني تدعم هؤلاء النازحين، هل يتم دعم محو جهاز محو الأمية؟ والله السؤال هذا وكأنك تشتينا الحين نضيع آخر أمل فيهم حين نبلغهم أنهم لا يتعاملوا معنا أبدا للأسف. يتعاملوا مع عدن بأنها حضرية، نسوا أن المناطق الريفية التي نزحت والتي استوطنت داخل عدن تحولت هذه عدن العاصمة الجميلة، عدن الحالمة، عدن الثقافة، تحولت أطرافها بل في مراكزها إلى مناطق ريفية للأسف. والأخوة في المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني قلة قليلة منهم ما تركز علينا، وبالنادر تصل إلينا لمشروع مبسط هكذا، ولكنها لا تعطي أي اهتمام. ومن خلالكم نجدها فرصة نستدعيهم ونرحب بهم بأن يلموا الشمل ويتجهوا إلينا وإلى مراكزنا، ونحن مستعدين لنضع لهم بصمات طيبة تحمل اسمهم في مراكز التدريب النسوي، في مراكز التعليم للتحرر من القراءة والكتابة، في كل ما يخص محو الأمية. نحن على استعداد للترحيب بهم ولمشاريعهم وتنفيذها في أطار مراكزنا. ونجدها فرصة أن نحن نكرر الدعوة لهم، أهلا وسهلا بهم ونحن في استقبالهم، وندعوهم خير الدعاء وخير الأجر لدعم جهاز محو الأمية. نعم أستاذ محمد، هل أنتم راضون عن مخرجات التعليم لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار؟ نعم راضين إن شاء الله، راضين جدا، ونبذل جهد كبير ونسعى طبعا إلى إلى توسع أكبر في برامجنا، وبالذات في أطار نحن نركز الآن، بدأنا نركز كثير في الاتجاه إلى مراكز التدريب والمهارات، لأنه فعلا اكتشفنا أنه القطاع النسوي بالذات، ونبحث أيضا الآن عن فتح مراكز للشباب، بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى الاهتمام في تنمية البشر ثم تنمية المجتمع بشكل عام. يعني أضاف إلى كلمة راضين أنه لدينا طموح كبيرة في توسعة هذه المراكز وأظهار منتجاتها داخل العاصمة. هل تجد هذه المخرجات سوق عمل يتقبلها؟ هو متى ما وجد الدعم، متى ما وجد المهتم من القيادة السياسية أو المجالس المحلية أو دعم المنظمة المجتمع المدني، يعني نطمح ومتأكد جدا طبعا من خلال الكوادر التي لدينا التي تخرجت أنه سيسهم كثير في موضوع المنتجات. بأمانة يعني المعرض هذا، رغم أننا مطلع على كل المراكز، ولكن حين كان الموضوع على مستوى معرض المحافظات والتنافس وهكذا، فكانت النتيجة طيبة جدا، وكانت هناك منتجات وبصمات رائعة جدا لمراكز المهارات، لفتت انتباهي أكثر ما أنا مطلع عليها في المراكز نفسه. لكن كانت المخرجات في المعرض شدت انتباهي، وطالبنا القيادات السياسية في المحافظة والمنظمات ووزارة التربية، طبعا كان جهد كبير من الأخ وزير التربية في الاهتمام بهذا الموضوع، ونسعى إلى توسعته إن شاء الله ونستبشر خير طبعا. ما هي أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف اليوم أمام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعدن؟ أصعبها تقريبا المشكلة التي لدينا عدم وجود مراكز مستغلة، بالذات فيما يخص مراكز تدريب المهارات. نحن بحاجة هنا داخل عدن إلى المطالبة، ونطالب سابقا وطالب من سبقونا أيضا، بحاجة إلى فتح مراكز مستغلة تحمل اسم محو الأمية تعليم كبار في العاصمة عدن، والتي من خلالها يمكننا فتح مراكز التدريب والتعليم بشكل مستقر. شاكرين طبعا بعض المدارس، واغلبها طبعا شاكرين على دعمهم لنا بعض الفصول في الفتره المسائيه، ولكن للاسف هناك بعض مدارس وسنذكرهم في لقاء سابق ان شاء الله، ونعمل على تقديمهم للمحاكم الاداريه والابلاغ عنهم وفق القانون في محو الأمية تعليم كبار،
بأن أي مبنى حكومي يجب أن يكون مفتوح لمحو الأمية وتعليم الكبار في الفترة المسائية. بعض المدراء ولا أقول كلهم الشاكرين الأكثرية الذين يفتحون فصولهم يفتحون المدارس لفصولنا الدراسية، ولكن البعض منهم والقلة طبعا سنعمل الإعلان بهم في فترة السلام. في رأيكم ما هي الأسباب قادمة لمنع بعض المدراء من للأسف طلبة محو الأمية؟ أنه الثورة في 2011 كانت لا يعني للخروج من الفساد وانتشرت الشباب وانتشر ونسوا البعض بأن هذه الثورة هي كانت ثورة تغيير، لكن بعض المدراء للأسف رغم ثقافتهم وخبراتهم التربوية اتضح لهم أن التغيير هذا هو تثبتهم بهذه المواقع وهذه المدارس وأنهم هم أصحاب القرار فيها. وهناك ثلاث مدارس على وجه التحديد وسنذكرها إذا ما لبوا الطلب وفتحوا المراكز سيتعرضون إلى الإبلاغ بهم إلى الجهات القانونية والمحكمة الإدارية وفق القانون محو الأمية الذي يمنع أو يحاسب أو يحول مدير المدرسة أو مدير المرفق أو مدير أي مكتب حكومي بمنعه الدارسين محو الأمية وتعليم الكبار، وهذا وفق القانون سيتعرض للمعاقبة الإدارية والقانونية. ماذا عن مبنى الجهاز نفسه الذي كان موجود في عدن كريتر سابقا؟ هو مبنى ليس مبنى الجهاز، مبنى الإدارة العامة لجهاز محو الأمية في عدن في كريتر بعد أن دمره الفترة الماضية، تدمر مقابل تواجد النازحين فيه بصورة مؤقتة وإن كانت وصلت إلى 4-5 سنوات. طبعا نحن عملنا في الإدارة العامة عدن أكثر من 5 سنوات وأنا أباشر في سيارتي الخاصة للمكتب، لن أعرف أي مكتب سواء موقع صغير مع تواجد النازحين، وكانت مباشرة مهامنا فوق سيارتي الخاصة. لن يكون لدينا إدارة عامة منذ تولينا للمكتب، حتى الأخ المدير العام السابق الذي كان قبلي كان يستخدم مكتب صغير وحاول يتحمل الوضع، وأجت الحرب والآن عملنا على استقرار مبنى جديد مؤقتا الذي تم فيه وحضرتهم أنتم قبل عام، وكان رئاسة الجهاز والإدارة العامة عدن نجلس على كراسي مزدوجة مكسرة لتأسيس الجهاز على مستوى الجمهورية وتأسيس الإدارة العامة عدن. ولله الحمد الآن تم تأسيس رئاسة الجهاز زائد الإدارة العامة عدن وأصبحنا في استقرار راضين عنه، وسنبحث عن المزيد أيضا. ماذا عن رواتب الموظفين هنا، وهل لديكم متعاقدين أو متعاونين، وما هو وضعهم؟ رواتب الموظفين، إحنا لدينا موظفين مكتب التربية والتعليم، ونحن أصلا قطاع من قطاعات مكتب التربية والتعليم، وموظفين الجهاز هم خاضعين لوزارة التربية والتعليم، ولدينا عدد لا بأس به من المتعاقدين. كانت طبعا مستحقاتهم متوقفة بحكم وضع الانقلابيين في صنعاء وسيطرتهم على البنك المركزي، والحمد لله حين استقرت الأوضاع هنا واستقرت وزارة التربية والتعليم بشكل خاص، وقطاع جهاز محو الأمية الذي يعتبر أحد قطاعات وزارة التربية والتعليم والذي يفتخر مع وزارة التربية والتعليم في تربية قواعده داخل عدن، الحمد لله تم استعادة مستحقات المتعاقدين وأصبحت بصورة مستقرة نوعا ما في أغلب المحافظات المحررة ولله الحمد. هل لديكم علاقة بالأجهزة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في المناطق غير المحررة وكذلك في نواحي الوطن العربي خاصة دول الجوار؟ هو على مستوى المناطق الغير محررة لا نريد أن نحملهم اللوم في بعض المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين، أيوة، ولكن في نطاق المحافظات المحررة يتعامل رئيس الجهاز مع كل المحافظات بشكل طيب ومتواصلين معهم وتحت رعاية الأستاذ رئيس جهاز محو الأمية الأستاذ محمد الحاج، والتواصل مستمر ويكاد يكون الوضع مستقر جدا داخل هذه المحافظات. إنما على مستوى الوطن العربي تربطنا معهم دورات وبعثات قليلة جدا، ولدينا نحن محافظة عدن بشكل خاص برنامج وتنسيق مبدئي مع التعليم المستمر في مكة المكرمة، هو ما يزال تنسيق ودي غير رسمي، ونسعى الآن إلى تثبيته رسمي بحكم طلبهم داخل التعليم في مكة،
وسنعمل على ربط العلاقات ما بين محافظة عدن والتعليم في مكة للاستفادة والتبادل الخبرات فيما بيننا. ما هي اليوم أبرز الخطط للتطوير من عمل الجهاز ويعني جعله يقدم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل؟ هو الجهاز قد يفيدك أكثر الأخ رئيس الجهاز بهذه المعلومات وهي تخصه جدا وإحنا فقط مساعدين له. فهناك برامج كثيرة من ضمنها التركيز على الجانب المهاراتي وفيما يخص يتواصل رئيس الجهاز مع رئيس جامعة عدن ومع كلية المجتمع في عدن لفتح برامج أكثر توسعة. ونسعى مع رئيس الجهاز أيضا لديه برنامج للتواصل مع الجامعات بالعودة إلى النظام الذي يتعامل به بعض الدول العربية أنه لا تمنح شهادة البكالوريوس للمتخرج إلا بعد أن يتمكن من تحرير 20 دارسة. فنسعى مع رئيس الجهاز لهذا القرار بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذه إن شاء الله. اليوم أستاذ محمد ما هي أهم طلباتكم لتطوير من عمل الجهاز؟ احتياجاتكم يعني بشكل عام؟ طلباتنا نظرة حنان أو نظرة طيبة من الأخوة في القيادة السياسية والمحلية لزيارة المراكز أولاً، ليعرفون لدينا مراكز محو الأمية، ليعرفون لدينا تعليم القراءة والكتابة، ليعرفون لدينا مراكز تدريب مهارات. للأسف يعني بعض القيادات المحلية والسياسية والمثقفين داخل عدن يسألوك هل إيش عاد في محو الأمية؟ إيش فعلا عاد معكم مراكز؟ وهذا فعلا الذي صدمنا كثير من بعض الأخوة. أين هم من الإحصائيات الدولية والعالمية؟ وأرى أن احنا بحاجة إلى تحرير ثقافة البشر أولا. إذا وصلت البشرية أو المواطن أو الأخ الثقافي هذا إلى قبل أن نحررها من القراءة والكتابة نحررها من ثقافة اللفتة الطيبة المحو الأمية. فللأسف نرجو من الأخوة في المنظمات المجتمع المدني في القيادة السياسية والمحلية لفتة كريمة إلى مراكز محو الأمية وتعليم الكبار لتشجيعهم بقدر ما. ونحن على استعداد إن شاء الله، لدينا برامج طيبة نستقبلها من رئاسة الجهاز وسنسعو إلى نجاح هذه البرامج إن شاء الله. ختاما أستاذ محمد، هل لديكم رسالة تودون إلقاءها من خلال هذا اللقاء؟ رسالة من خلالكم أوجهها إلى القيادة السياسية وإلى القيادة المحلية طبعا بالاهتمام بمراكز محو الأمية، الاهتمام بدعم مشاريع محو الأمية من بنية تحتية، من دعم الفصول الدراسية في المستلزمات الغير متوفرة كالأقلام للمدرسات، كالدفاتر، كطرق التشجيع للدارسين لانخراطهم في فصول محو الأمية. وهذه دعوة أوجهها للقيادة السياسية والمنظمات المجتمع المدني. وأيضا من خلالكم هنا أوجه رسالة إلى كل الدارسات التي تخرجوا من مراكزنا بأن لدينا مستقبل استيعابهم للمتابعة والتكميلي لأن يصلوا إلى اسمه الانتساب للصف التاسع، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبالهم. من خلالكم أدعوهم للعودة إلى مراكزنا لكوننا قد تم فتح مراكز المتابعة والتكميلي. ختاما شكرا لكم الأستاذ محمد السقاف، مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعدن، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. اليمن بلد مليء بالثروات الطبيعية ومن أهمها الثروات المعدنية والصخور، ومعرض الصخور هذا يعرض لنا الكثير من الأنواع بأسلوب علمي ومدروس. تمتلك اليمن تنوعاً جيولوجياً فريداً كما يظهر في متحف الصخور التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن، والذي يضم أنواعاً مختلفة من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة. سعت هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة النفط والمعادن إلى وضع آليات مختلفة لعرض هذا المخزون الجيولوجي الفريد من خلال هذا المتحف المتنوع بالصخور.
تتراوح أعمار هذه الصخور إلى عصور ما قبل التاريخ وأخرى إلى حقب الحياة الحديثة لليمن التي تشكل جيولوجياً جزءاً من الدرع العربي. يعد المتحف بكل محتوياته من الصخور سجلاً أحفورياً جيداً لفهم التراكيب الجيولوجية والتغيرات المناخية التي طرأت في الجزيرة العربية عبر الفترات الزمنية المتعاقبة. ينقل المتحف صورة للبيئة الخصبة للاستثمار في قطاع المعادن وما تكتنزه اليمن من ثراء وتنوع جعلها محل اهتمام إقليمي وعالمي. تكمن أهمية متحف المساحة الجيولوجية في عدن باعتباره مرجعية علمية لمختلف الطلاب والباحثين، كما يعد نافذة ترويجية توفر مختلف المعلومات المطلوبة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بقطاع الثروات المعدنية. تترتب المعروضات بشكل علمي ومدروس، حيث يطل الزائر على لوحات زجاجية تحوي عينات حجرية متفاوتة الأحجام لأنواع مختلفة من الصخور التي توجد في البيئة اليمنية، وتضم أقدم الصخور التي وجدت على الأرض منذ آلاف السنين. أصناف مختلفة يبرزها المعرض، من أهمها الحجر الجيري والجبس والحجر الصخري والحجر الرملي السليكي، وعدد من الصخور بمسمياتها العلمية التي تزخر بها البيئة اليمنية كأحجار البناء والزينة بمواصفات عالية كالجراني والجبرو والرخام والبازل. سيبقى المتحف الجيولوجي في عدن عنواناً مختصراً يعكس ثراء وتنوع البيئة اليمنية وما تحويه من مختلف أنواع الثروات المعدنية. ميسا بعد التخرج من الجامعة قادتهما الصداقة إلى إنشاء مشروعهما الخاص كمتعهدات للحفلات والأعراس. وجه المدينة لهذه الحلقة. حنان باحسن وميسا جمن فتاتان تكللت صداقتهما بنجاح من نوع خاص، فبعد التخرج من الجامعة وحدهما الهدف والغاية والعمل بعد التخرج في مشروع الورود الحمراء بخطوات ثابتة نحو المستقبل، تمضيان في مشروعهما الذي يقوم على تقديم خدمات إعلامية متنوعة بمواصفات تلبي رغبات الجمهور كما تقولان. أعشق تصوير الأعراس جدا، يعني لدرجة أني درست الكلية وكنت أروح وأشتغل التصوير وأرجع على البيت وخلاص. ولما بدأت بدايتي أنا وصديقتي كنا يعني حبينا التيمات، فكرة التيمات. صديقتي عنده هواية في الفوتوشوب وكذا، وأنا درست الجرافيك،
بدأنا قلنا خلاص بنسوي تيمات. أول حاجة جت عيد ميلاد أختي، فعملنا لها عيد ميلاد يعني ما كناش نتوقعه من وإلى. حبينا فكرة التيمات، بدأنا نعمل تيمات وكذا أتمكننا، وبعدين بدأنا نصلح للأهل حفلات عيد الميلاد وكذا. ما شاء الله، وصديقتي كانت عندها هواية كثير في قص البالونات ودي الحاجات، وتحب الاستطلاع. فلما كنا في الاستديو كنا هنا وهنا، قلنا خلاص خرجنا من الاستديو، تعبنا من الشغل الخاص، قلنا خلاص بنفتح مكان لحالنا. عملت حنان في مهنة التصوير واحترفتها بعد التخرج من الثانويات العامة، واختارت الجرافيك تخصصاً جامعية، ومعها تطورت الفكرة إلى إقامة مشروع خاص يقدم خدمات التنسيق والتوثيق للأعراس والحفلات والمناسبات الخاصة. خلصت الثانوية فبدأت أشتغل يعني مع صديقتي، كان معها استوديو، عطتني يعني قال لي حنان بدل ما أنتي تجلسي بالبيت بعد الثانوية وكذا، تعالي تدربي معي في التصوير. رحت معها تدربت معها في التصوير وكذا، اتمكنت من المهنة، حبيت تصوير الأعراس جدا، لدرجة أني الآن يمكن لي 8 سنين، حوالي 8 سنين وأنا في تصوير الأعراس. اشتغلت في عدة استديوهات، من ضمنهم استديو القنوب، أماسي، الأفراح، العرايس، رمزي. أمام حنان وميسا بعض من التحديات والعراقيل، أهمها تداخل المواعيد وضعف الإمكانيات كما ترى ميسا جمّاً، ولكنهما استطاعتا تجاوز ذلك بقليل من الصبر وكثير من التحدي. من أهم الصعوبات اللي نحن واجهناها إنه المواعيد. المواعيد خاصة لما يعني تحصل لك حالة طارئة وانت يعني تكوني منظمة حاجة وتجي لك حاجة طارئة، تعيق عليك المواعيد مع الزباين وكذا، وخاصة لما يكون يعني واحد مبتدئ يحتاج لدعم وكذا. فكنا ندور عن داعمين وكذا، ما يعني ما لاقيناش، بس الأهل يعني هم اللي ساعدونا احنا وكذا وده، والحمد لله. واشتغلنا حبة حبة وكذا، وهكبنا على رأس مال وكذا، واشتغلنا واشترينا بداية المعدات على حاجة حاجة، لما كوننا يعني أصول العمل وكذا، الآلات وكذا، وبدأنا. العامل الأساسي أو هذا هو النت، عبر الفيس، الواتس، الأصدقاء لما يتواصلوا كذا، يعني بشكل عام التواصل الاجتماعي هو اللي يساعدنا احنا. وكمان السمعة طبعا، لما تتعامل مع زبون وتتقن العمل معه وكذا وتكسبه بالمعاملة وكذا، يجيب لك زبون وزبون يكذب زبون وكذا. احنا الآن في الحفلات يعني ما بقولش نمبر 1، بس ما شاء الله يعني الحفلات عندنا إقبالية كبيرة. الآن الناس يحبوا المظاهر كثير، فانتشر يعني متعهدين الحفلات جدا في عدن وفي المناطق الأخرى ويعني وبرا عدن. تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة ترويج مناسبة لفكرة حنان وميسا في الوصول إلى أعمال جديدة وكسب مزيد من العروض، ولديهما الرغبة مستقبلا في توسيع العمل عبر كادر متخصص وأنشطة متنوعة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل والعملاء. مشروعنا الورود الحمراء، سميناه كذا، نحن يعني شغلنا يعني على الورد وكذا، قلنا خلاص بنسميه الورود الحمراء، ومستقبلا إن شاء الله مش أنا وصديقتي بس، ممكن ندخل مجموعة بنات وكذا عشان التنظيم، فهمتي كيف؟ خلاص وقررنا نفتح المجال ده، وما شاء الله والآن الحمد لله صار عندنا زباين كثير، والحمد لله أشكر الله ثم أهلي وثم جدتي الله يحفظها. الخطط طبعا احنا ما نقدرش نقول ان احنا يعني بدرجة أولى،
نحتاج لدعم عادة نحنا وتنقص نحنا حاجات كثيرة، فحابين يكون معانا رأس مال أكبر نفتح معانا. طبعاً نحنا محل صغير يعني زي كورشة، مستقبلاً نشي يكون معنا نحنا يعني محل كبير، ويكونوا عندنا مثلاً بنات يساعدون نحنا، خاصة إنه هذا الموضوع التنظيم والتنسيق يحتاج لعدد كبير من البنات وكذا. نحن ما عندناش هذول البنات بسبب ان نحن ما عندنا السيوله كافيه وكذا، ولا وصلنا لمرحله ان احنا نجيبهم. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل واياكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، القاكم في الاسبوع المقبل في امان الله.